لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا. الحمد لله، يعني كنا عازمين اليوم على اننا ناكدوا ان الصحوه اللي كانت هذه ثلاث اسابيع ان نزيدوا ناكدوا ان فعلا صحوه من اجل تحقيق الامل والطموح ديال الجماهير العريضه الا هو الصعود. عرفنا اليوم المقابله ما غاتكونش بالسهل في الظروف، اولا ستان ديربي دونك عنده طقوس خاصه، ارضيه حتى ارضيه الملعب اللي ما ساعدتش بشكل كثير، ولكن الحمد لله توفقنا اننا حققنا الاهم الا هو ثلاث نقاط. باش ما نبقاوش نتخبطوا ديما في هذه المشاكل ديال التحكيم، المقابله كانت في المستوى، كان اخطاء كاينه وكما اخطاء اللعابه كاين الاخطاء ديال الحكم، ولكن تنظن كان في المستوى المطلوب. من ناحيه التقنيه كانت المغرب الفاسي فرصه واحده تسجلوا بها اصابه، حنا كنا في مستوى عالي سيرتو خصوصا في الشوط الثاني. افتخر باللاعبين ديال الوداد الرياضي الفاسي اللي عطاو واحد طبق تقني في المستوى العالي، ما نستاهلوش هاد المرتبه، وتنظن بان فريق الوداد الفاسي غادي يقول الكلمه ديالو، وتنتمنى التوفيق للمغرب الفاسي. احنا فرحانين اخويا، فرحانين اولا بالانتصار في الديربي وفرحنا الجماهير ديالنا، وثانيا لاننا بقينا غاديين في هذه السكه الصحيحه. الحمد لله دابا 9 نقاط، مازال 12 نقطه ومازال الطلوع باذن الله ان شاء الله. الله يرضي عليهم. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات لتتوصل بجديد.